وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف المحامي فريد غازي رئيس جمعية مبادئ لحقوق الإنسان. سعادة المحامي، بعد التحية، ما هي قراءتكم لرد وزير الخارجية على السؤال البرلماني، وما أهمية الحجج والأسانيد القانونية الواردة في التقرير الصحفي الوارد في صحيفة لوبوان الفرنسية؟ السلام عليكم. حقيقة رد معالي وزير الخارجية لمملكة البحرين رد قانوني ومنطقي من حيث التأني في دراسة هذا الأمر وبحث الأسانيد القانونية والقواعد القانونية الدولية اللي تحكم القانون العام والقانون الدولي اللي يحكم مثل هذه العلاقة وفقا لما جاء في حكم محكمة العدل الدولية في النزاع اللي كان قائم وصدر فيه حكم بين مملكة البحرين ودولة قطر. أعتقد بأن بيان وزارة الخارجية البحرينية ممثلة في معالي الوزير بيان جدا موزون ولا منطقيته ولا جدواه من الناحية القانونية، لأن في مثل هذه الظروف ونظرا إلى اتفاق العلا فيما بين الدولتين وفي إطار مجلس التعاون الخليجي وفي إطار الأخوة والمصير المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي، يفترض بأن ما أثير حول هذا الموضوع يتم في الإطار الخليجي وفقا لما تدعو إليه مملكة البحرين الجانب القطري الشقيق، بأن يتم الجلوس لبحث مثل هذه الموضوعات ووفقا لقواعد القانون الدولي. يعني لن يبحث أي من هذه الموضوعات دون أحكام القانون الدولي ووفقا لما هو موجود، سواء كان وفقا لاتفاقية 1932 البريطانية أو ترسيم الحدود أو ما صدر في الحكم. نعم. كل هذه المعطيات تعطي مملكة البحرين الحق بأن إذا تعرضت أو تعرض هذا الحكم إلى سلب مملكة البحرين الحقوق الحدودية والجغرافية المتعارف عليها في مملكة البحرين. كما يعلم الجميع، مملكة البحرين جغرافيا أكبر مما هي عليه الآن وأكبر بكثير مما عليه الآن، ولكن البحرين دائما تلتزم بالقانون وقواعد القانون الدولي، ولا يمنع في إطار اتفاق العلا وفي إطار المصالحة الخليجية وفي إطار الأخوة والمصير المشترك أن يعاد بحث هذه الموضوعات لكي تضمن البحرين بأن لا تنتقص حقوقها بالشكل المطروح في هذا المقال أو ما أثير حول هذا الشأن هذه الأيام. نعم، سعادة المحامي فريد غازي رئيس جمعية مبادئ لحقوق الإنسان، كنت معنا ضيفا كريما في نشرة الأخبار، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.